الأب الروحي للذكاء الاصطناعي يحذر من مخاطره ويندم على مساهمته في تطوير تلك التكنولوجيا. جيفري هينتون البريطاني الحائز على شهادة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي منذ 45 عاماً، والذي نال جائزة تورينغ مثل جائزة نوبل لكن الحوسبة بسبب عمله على الشبكات العصبية المستخدمة في التعلم العميق، والتي كانت سبباً في ظهور كل التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي مثل تشات جي بي تي. العالم كله مشدود الآن لبرامج الذكاء الاصطناعي وفوائدها الكبيرة، لكن بالنسبة لبعضهم أصبحت كابوساً غير قادرين على التخلص منه. هينتون استقال من عمله في جوجل ليحذر الناس من مخاطر الذكاء الاصطناعي التي أصبحت قريبة جداً بحسب رأيه، بعد أن كان يتوقع أن المخاطر قد تحدث خلال 50 عاماً. مخاطر الذكاء الاصطناعي تعدت تهديد الوظائف بالنسبة لهينتون، ويرى أن قدرة الذكاء الاصطناعي قد تقضي على البشرية. مخاوف هينتون دعمها الرئيس التنفيذي لجوجل الذي قال إن البشرية ليست مستعدة بعد لما هو قادم.